ينضم لنا دكتور عدنان ابو حسن المتحدث باسم وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا. يعني بدايه بالامس كان هناك اجتماع في الكنيست الاسرائيلي من اجل التصويت على تصنيف منظمه الاونروا بانها منظمه ارهابيه. بعدها بساعات قليله نجد مشاهد مروعه لقصف إسرائيلي ومحرقة إسرائيلية لمخيم تابع مخيم للنازحين تابع للأونروا. كيف هي حال الأونروا الآن وماذا يحدث، وهل هناك تعمد ضد الأونروا؟ يعني من الواضح أن هناك حملة إسرائيلية منظمة سياسية وإعلامية ضد الأونروا تستهدف تصفية هذه المنظمة، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية ما يعرف بحل الدولتين. يعني هذا ليس سرا، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية صرح به، وزير الخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي. إسرائيل تريد بقرار تشريع يعتبر الأونروا منظمة إرهابية. هذا يعني شيء خطير لم يحدث، أن دولة عضو في الأمم المتحدة تريد إلغاء منظمة من منظمات الأمم المتحدة الأشهر والأكبر. لماذا يعني الأونروا؟ يعني الأونروا تشكل، إسرائيل تعتقد بأن الأونروا وجودها يرتبط بوجود قضية اللاجئين، وأن هي الحامي لإطار هذه القضية، فبالتخلص من الأونروا نتخلص من القضية، هكذا يعني يفكرون للأسف الشديد، وهم صرحوا بذلك. ولكن الأونروا عمرها من عمر دولة إسرائيل. يعني الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل في عام 1948 وأعطت الفلسطينيين الأونروا. هذا الذي حدث، وقالت بأن الأونروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وتفويضها إلى أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا. اليوم جاءوا بادعاءات أن هناك 12 موظفا شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، ولكن هذا لم يثبت حتى الآن. وحتى الدول الأوروبية التي علقت تمويلها، يعني هناك 16 دولة في العالم علقت تمويلها بسبب هذه الادعاءات، 14 دولة منهم عادوا، ولم يتبقى إلا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ولكن صحيح الأوضاع صعبة وخطيرة، الهجوم الذي حدث ليلة أمس هو هجوم رهيب ومرعب، ومن الهجمات الغير مسبوقة بصراحة، والمشاهد القصف الذي اختلط بالحريق وعشرات القتلى والجرحى. أناس لا يملكون أي شيء، يعني هذه المنطقة يسكنها ويقطنها عشرات الآلاف من العائلات المعدمة الفقيرة والتي تعيش في خيام بلاستيكية، يعني قطع من البلاستيك وأعواد من الخشب، حتى لا نتكلم عن خيام بمعنى خيمة. ينقصهم الطعام والشراب، معظمهم يعانون من سوء التغذية، الأمراض كلهم بلا استثناء في تلك المنطقة مرضى ويعالجون في عيادات الأونروا. نحن حذرنا وقلنا للمرة المائة بأن الهجوم الإسرائيلي البري في رفح سيكون له عواقب وخيمة. في رفح لو ألقيت حجرا ستقتل وتجرح، فما بالك بالطائرات والقصف والصواريخ وما إلى ذلك. نعم، إيه اللي حصل بالضبط؟ لو حضرتك تدينا معلومة بالضبط، إيه اللي حصل؟ يعني اللي حصل إنه تم قصف تلك المنطقة حسب شهود عيان بعدة صواريخ. إسرائيل تقول بأن كان هناك مطلوب أعتقد، لكن السؤال المركزي يعني هل وجود، لو نفترض أن هناك مطلوب الآن، هل وجود مطلوب يبرر هذا العدد الهائل؟ يقصدون ياسين أبو ربيع؟ يعني من الأشخاص، يعني بصراحة إسرائيل يجب أن تجيب على هذا السؤال. نعم. ولسنا نحن. نعم. يعني حضرتك قلت إنه الخيام من البلاستيك، فده ساعد إنه القصف يعمل حريق. كمان النيران تشتعل. نعم. حريق كبير. يعني هل كان لكم أي حديث مع أحد الناجين؟ يعني اي حد ناجي من هذه المحرقه؟ نعم، يعني انا شخصيا تحدثت مع اشخاص كانوا في المنطقه، وبصراحه تحدثوا عن مناظر مرعبه، وقالوا لم نرى مثل ما شاهدناه منذ بدايه الحرب
حتى الآن، لأنه كما تفضلت هي قطع من البلاستيك والبوليمر والأخشاب، فبعد القصف يعني تقريبا احترقت المنطقة. لذلك هناك مشاهد حتى لا يمكن عرضها على شاشات التلفزيون. صحيح صحيح. طيب يعني 192 من موظفي وكالة الأونروا قتلوا في قطاع غزة، ما هو وضع الأونروا الآن داخل غزة؟ يعني نحن نعاني من صعوبات كبيرة على المستوى المالي، على مستوى إدخال المواد الغذائية، على مستوى المياه، مستوى الوقود، ولكن نحن عياداتنا تعمل، نحاول توزيع ما تبقى لدينا من مواد غذائية وأيضا من وقود، لأنه نحن نشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي والإنساني في غزة، إذا توقفنا توقفت الحياة. لذلك نحن نعمل جاهدين من أجل مواصلة تقديم هذه الخدمات الصحية والإغاثية. نعم، أشكرك دكتور عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.